السيسي في من تم ابعادهم او اسكتهم طول او النظام بشكل دولة بشكل عام؟ شعبيتك تسمح لك ان تفتح ابواب الديمقراطيه، والديمقراطيه هي اللي هتاتي باحزاب حقيقيه، وهي الظهير الشعبي الحقيقي لك. هتعمل لوحدك من غير ديمقراطيه حقيقيه هيبقى حواليك المنتفعين، والتاريخ يعيد نفسه. كلام عبد الناصر ينفع دلوقتي؟ لا طبعا. بس هو عايزه كده. عبد الناصر ولا السلطان أنور. بس هو عايزه كده، بعض الأقاويل يعني بتقول. لا. أنا راجل عمري ما شفته على فكرة يعني، ولا التقيت معاه يعني، ولا ممكن أقرب لحضرتك السؤال بشكل تاني. لكن أنا بقول لك هذا رجل مخلص وناصح.